البنات ان شاء الله تكونوا كامله بخير وعلى خير، ونقولكم اهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير دادح. اليوم ان شاء الله قبل ما نبداو المحاجيات جنسيست يعني ا ريبوندر لواحد الكومونتير واحد تاع لا دام، ويعني بالنسبه للناس اللي خموا بتدخل لا ميم شوز، كاين وحده اسمها سهيله درقال كتبت لي يعني وقريت التعليق ديالها، وراني نخاطب فيها اليوم نقولها وي انا قريت التعليق تاعك البارح وريبونديت لك، واليوم زدتي كتبتي لي تانيك في لا فيديو اللي درتها اليوم صباح. فوالا يعني كان سوء تفاهم، وانا نتمنى انه كل كلمه نهدرها ولا كل نصيحه ولا كل قصه ولا كل يعني موضوع يعني نطرق ليه انه تفهموا المغزى ديالي وما تسوءوش الظن فيا. هاد لا دام واش قالت لي؟ قالت لي مدام صباح الخير، je vous ai laissé un commentaire sur la vidéo précédente sur la signification de inakidahunna al-adem. Voilà, je vous confirme, vous avez vu votre routine matinale, vous avez fait plusieurs choses à la fois et je pense que ça n'a pas duré juste 10 minutes et je pense que l'après-midi aussi vous allez faire plusieurs autres choses. C'est ça kidahunna al-adem. Allah azza wa jalla a créé les hommes قوامون عن النساء. Mais nous, alhamdoulilah, il nous a créé capable de faire plusieurs choses en même temps. Alors ma chérie, j'aimerais qu'on arrête de dire que les femmes sont diaboliques. Diaboliques. Ana j'ai jamais dit bli que les femmes sont diaboliques. Ya manta, shaytanat ya ukhti. Loin de là. El mohim, ma'lish nkemmel yani le commentaire taha. Qalat la déjà que les femmes dans le monde arabe chouya isqsi alik el khair w nzidou نقولوا للرجال ردوا بالكم لي فام كيدهن عظيم، والله كيد الشيطان العظيم. انا شعاري ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لائم. وي جو كونفيرم تانيك، مي اوسي يعني حسيتك بليك مقيوسة وحسيتي روحك بليك اللي اتهمت المرأة بالكيد يعني السلبي بليك ومحيليات ومشي ملاح alors que jamais يا اختي jamais. انا جي jamais جينيراليزي ولا قلت النساء مشي ملاح. الكيد اولا، الكيد حكى عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة يوسف، ان كيدهن العظيم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الكيد ربي حكى عليه في القرآن قبل مني، وكيد النساء حكى عليه الناس الكبار. يعني انا راني جو ريبيت برك وزيد اون بلوس لا فام، انا جو سوي اون فام، وعلى بالي بلي المراه كابابل كاباب الشيطان ديرو فيه قرعه وتغلق عليه، كابابل دير كلش بصح يعني من الكوتي بوزيتيف ماشي من الكوتي نيجاتيف. وانا زيد اون بلوس جامي مهما كان، ميم لو كان يكونوا ناس عندهم دي ديفو باينين هكا قدامي، جامي ما عنديش لو دووا اني نتهم اي واحد، هذا ماشي الدووا ديالي. انا ديروا بيا في بالكم هادو بحاجات سي بوغ باش تنحوا على خاطركم، نضحكوا شويه دي فوا ندو حكمه موعظه نحوا شويه على خاطرنا. زيد اون بلوس جو لو في بور فو باسكو شفت بلي كسا فو زابيز وليتو تحسوا روحكم يعني تحسوا روحكم ملاح. والله سي جوست بور فو فير بليزير، سينو انا ما نتهم حتى واحد. النساء كامله حبيباتي، وانا راني معاكم اون فام، وعلى بالي الله يبارك. دايوغ كي تشوفي الكونسيبت تاع يعني المحتوى تاع القناه تاعي كلها مراه في مراه، وكل ما يخص المراه، كل ما يخص سعاده المراه. وانا سي كوا لو بوت تاعي، ماشي باش نخلي المرأة ال بو فير ميو تتغلب على المصاعب تاع الحياة، وانها مام elle trouve un petit moment de plaisir qui te سمح هكا حكايه ولا voilà c'est ça mon but. تعيشي اختي ما تزعفيش مني. كيد تاع النساء بور موا راهو توجور يعني من الكوتي بوزيتيف، ندوه يعني من الجهه الايجابيه، مالغري كو على بالنا كامله بلي كاين يعني نساء اللي يعني ربي يهديهم، ميم الرجال نو. انا دايوغ راني جو مادريس افو vous les femmes, mais je ne parle pas de femmes, je ne parle pas de femmes, je ne parle jamais. Vous êtes en plus, comme je l'ai dit, je ne parle pas de la femme, en général, je ne parle pas de la femme, je ne parle pas de la femme, je ne parle pas de la femme, et je ne parle pas de la femme, et je ne parle pas de la femme autrement. C'est ce que je veux dire.
ان شاء الله لو ميساج ديالي يكون جاز. كنت قادرة نكتب لك مي حبيت انه باش تعرفي بلي لو ميساج تاعك قريتو ريبونديت لك، واليوم انا ريبونديت لك ديريكتومون يعني ف هكا باش تسمعيني بالصوت. هذه يا خوتتي، واليوم ان شاء الله هاني راح نحكي لكم على واحد الحكايه يعني فيها عبره كبيره ان شاء الله تفهموها اوسي. انه يحكيوا على واحد لا فام توفى زوج ديالها وخلالها ان غارسون. هذاك لو غارسون تهات به وتهلات فيه وكبراتو وقراتو، كانت تحبو كيما معينها، وقدر عليه الله سبحانه وتعالى انه توفى. حزنت حزن لما حزنته حتى وحده، خلاص قريب هبلت، والوقت يعني طال في الحزن تاعها، وسمعوا كاع الناس باللي كليا نا با اكسبتي باللي وليدها توفى وراح. الوغ سمع واحد الكبير تاع تماك تاع الدشره تاعهم باللي هذيك المراه ما قدرتش ترفد راسها، ومازالها سي كوم سي كلي دايره في بالها باللي يقدر يولي لها وليدها. راح يقصر معاها باش يصبرها ويقولها باللي يعني الصبري وهذا هذه سنة الحياة وربي دا أمانته. مي شافها قاتلو بليك نقدر كاباب ندير كلش باش نعاود نسترجع وليدي. قالها داكوغ. قالها حبيتي تعاودي ترجعي وليدك؟ قالها على شرط. قالها تروحي تجيبي لي حبة تاع سانوج من كاش دار لي ما دخلهاش الحزن. روحي شوفي لي دار ما دخلهاش الحزن وجيبي لي منها حبة تاع سانوج. قاتلو داكوغ. أما لاتيك رفدت روحها وبدات من دار لدار. الطبطب تحوس على دار اللي ما دخلش ليها الحزن، يعني ما كانش فيها موت، ما كانش فيها يعني كارثة، ما كان فيها حتى حاجة اللي تجلب الحزن. الدار الأولانية قالت لها واش نتوما يعني داركم شافت الحزن؟ تقولها ايه واش من حزن؟ تقولها أنا توفى راجلي وخلى لي ربع يتامى وراني نخدم عليهم وما لحقتش. تزيد طبطب في دار واحد اخرى كيف كيف، تقولها انا هاوليك راجلي راهوليك هاوليك مرمي راهوليك مريض وما لقيت حتى واحد يعاوني ورانا نبيعو في القش تاع دارنا. التهات ايبا ولات كل دار طبطب فيها تلقى همهم كتر من همها، ومسكينه كانت كومونسي لي زيدي، كانت بدات تعاون فيهم، وكل وحده تدخل تحكي لها الاحزان تاعها تتعاطف معاها، ويقول لك هذيك المراه ولات تعرفت كاع بهذيك يعني الدشره بالديور تاع هذيك يعني القريه الصغيره، ولاو يحبوها وتفاعلت معاهم ولاو يحبوها باسكو على كومونسي لي زيدي. او ميم طون راهي تحوس على دار اللي ما دخلهاش حتى يعني حزن، او ميم طون تعاطفت مع اهل القريه وشفت باللي كاملاتك ما كاش دار ما دخلهاش الحزن، حتى نسات كومبليتوم حبه تاع السانوج ونسات كومبليتوم هذاك الهم يعني والمصيبه اللي صارت لها وفقدان ديالها يعني للابن ديالها. المغزى تاع هذه القصه انه يعني شوفوا كيفاش كان يعني الراجل ذكي وحب يفهم هذه المراه انديريكتومون، باسكو لو كان بدا يهضر لها ما تفهموش، مي هو بعتها يعني رماها باش تلتمس التجربه يعني تشوفها من الناس باش تعرفوا بلي علاش انا اشاك فوا نقول توجور لا ميم شوز ونقول لكم داوم الحال من المحال. على بالي بلي كي نسمعوا بعضنا بون لو فات داتر ايكوتي سا نو زاباز بيان سور، اننا الواحد يسمعنا ويحس بينا سا نو زاباز، مي دائما نقول لكم راه دوام الحال من المحال. فرح ما دام وحزن ما دام، هذه هي الدنيا، ربي دار هكا، هذه السنه تاعو في هذه الدنيا. انه مهما كان عندك كلش، عندك المال عندك الجمال عندك الزوج الصالح الذريه الصالحه، يجي نهار وين تحسي احساس وتحزني وتجوزي بدي ماما وين ما راكيش مليحه ولا يكون عندك مشكل، وهذه هي حلاوتها كما يقولوا الناس زمان زهو الدنيا شقاها. المهم برك تعرفوا القاعده بليك كاع يجوز علينا يعني المليح ويجوز علينا اللي ماشي مليح، وكما يقولوا حلو مر حتى يتعدى العمر. هذه هي دي فوا يعني كاملة نعرفوا هذا الشيء، مي كي نلقاو الناس التابوت على كتفنا يعني تمد يدها الحنينة علينا وتقول لنا بلي كيجوز هذا الشيء والله غير جايزة وصح تجوز. شحال من وحدة يعني كتبت لي وكتبت لها وقلت لها يعني الصبر برك والاحتساب، نحاولوا نلقاو دي سوليسيون، مي يعني نتكلوا على الله سبحانه وتعالى ونعاونوا روحنا بالدعاء وبالذكر وراهي تجوز بإذن الله تجوز، وكل ما احنا راه تزيد في الراس عقل وتجوز. هذه يا خواتاتي، وكاين واحد القصه اوسي اللي حكاتها مشتركه
وحكيتها في لا فيديو تاع اليوم تاني، كان قريت لي كومونتير ما ريبونديتش برك بزاف على قضيه وقت برك، يعني حكايه كانت مؤثره وعجبتني مام الاخوات كيفاش تفاعلوا، والله العظيم غير سما في فريمون بليزير. وحده حكات قال لك كانت وحده، يعني وحده للسيد راح لعند البقال يبيع لاليمونطاسيون جينيرال، وقال له فوالا شحال القهوه وشحال الزيت حبي يدي القهوه، قال له الزيت يدير 60,000 والقهوه دير 40,000. اونتر طون دخلت واحد المراه يعرفها هذاك الواسمو تسكن في حومتهم، قالت له اني حابه الزيت والقهوه بشحال، ريبوند عليها اللي بيع قالها الزيت يدير 30,000 والقهوه دير 20,000. ايبا هذاك الراجل سعف وعينيه حمار وكان راح يبدا توت سويت يشعل في هذاك الراجل، غمزو قال له دقيقه تاع يعني بيدو دقيقه. خرجت هذيك المراه هي تحمد في ربي سبحانه تقول خلاص اليوم ولادي ياكلوا. دار يعني هذاك البائع هذاك وقال السيد، قال له ماشي راني خدعتك ولا زدت عليك انت في السومه، نو، قال له هاد المراه تربي في اليتامى وكنت اشك فوا نحب نعاونها بدراهم ما تقبلش، نحب نعطيها حاجه باطل ما تقبلش، الوغ ما لقيتش فكره كيفاش نعاونها، ايبا وليت نقصلها في البخي باش ما نحسسهاش بلي راهي ليك تحتاج لاي واحد. وقال له سبحان الله كل ما جبرت بخاطرها ويعني نقصت لها في السومه ربي يدير لي واحد البركه يعني عجب. يعني هذاك نهاري يعني نبيع مليح ويعني ما اللي يدخلوا فيه البركه، يعني سبحان الله. شوفوا هاد لا لوسون تاني كلي ندوها من هاد القصه، ربي يعني يحنن قلوب يعني قلوبنا على بعضنا سي فو فولي. وتانيك اوسي كانت واحد المشتركه اللي قالت لي يعني معلومه اليوم راني عرفتها، هضرت لي كي درت لا روتين تاعي تاع لو ماتا، قالت لي اسمع قولي للاخوات سي فري انا كنت نعرف بليك لو كان نحتسب تنوضي مع الصباح، انت كي تخدمي كي تخدمي في راجلك ولادك بصح تحتسبي كل حاجه راكي ديريها لوجه الله سبحانه وتعالى يعني تؤجرين. اليوم سمعت من واحد المشتركه انه كي تتعبي يعني وتفرحي افراد العائله ديالك ولا تفرحي انسان يكون معاك باكله تكون بنينه ولا تخدميه راهي تدي حق عمره كامله، يعني كلي رحتي درتي عمره وليتي. والله غير سما في فريمون بليزير. وكي شفت التفاعل تاع الاخوات في هذاك التعليق انه يعني سي فري كو التعب ديالنا والعياد ديالنا ننساو الاجر. ايماجيني انت كي راكي تتعبي هكا يجي لك واحد اكيد نوتي غسلتي الماعن ومسحتي وغسلتي الحوايج وتبقتي وفرستي وراكي عيانه، يجي واحد يقول لك على بالك كي ديتي اجر كي رحتي درتي عمره ووليتي، يسمى راكي مغفوره الذنوب. وزدت تانيك من اخت واحده اخرى عرفت بليك اللي رقدت وهي تعبانه، ايماجيني كيما يتصرى لنا كامله نرقدوا وحنا عيانين من التعب اللي تعبناه على ازواجنا وعلى وليداتنا. قال لك يتبات هذيك يعني هذيك المراه يتغفروا لها كامله الذنوب تاعها، يعني سي اون بون نوفيل اللي كنت على بالي بها بصح والله غير كي قريتها اون ديغي ما كنتش على بالي برك بلي قضيه ان ندو اجر عمره، هذا ما كان سينو لو فات عاودت قريت هذه المعلومه عطاتني امل وعطاتني واحد الفرحه وحبيت نفيدها، يعني صوت طلب تاعها هي اللي قالت لي يعني نفيد بها الاخوات باش يعني تتشجعوا وتعرفوا بلي كل حاجه خدمتوها راكم نو سولمون كيما قالت هي النظافه من الايمان، اسم البيت النظيف راه يدور فيه الملائكه. انا مي زانفون دي فوا نقول لهم على لو بالي تاعنا واللي قدام واسمو نقول لهم روحوا غسلوه وديروا رغوه يا ولادي باش الملائكه تدخل يعني السقيفه تاعنا ويعني ليموبل ديالنا. انا دائما عندي يعني هذه الحاجه في بالي انه البيت النظيف والجهه النظيفه بيان سور ما حش يكونوا فيها الشياطين، اوتوماتيكمون راح يكونوا فيها الملائكه. ربي ان شاء الله ينظف بيوتنا وينظف قلوبنا ان شاء الله، وان شاء الله يفرحنا بالرضا ديالو ان شاء الله. وكل خواتاتي كامله دمتم في رعايه الله، تصبحوا بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.